كانت أيامي في فصل الأخير هي الأجمل. في كل يوم وتحديداً في الصباح الباكر مع الشمس المشرقة والهواء الساخن الذي يصفر في أزقة الجامعة وأصوات الطلاب والحافلات والسيارات، كنت أتردد إلى استوديو التلفزيوني في مركز تسهيلات البحرين للإعلام لتلقي التدريب مع الأستاذ جيجي. ما أجمل ذلك الشعور الذي كان يراودني في كل خطوة أخطوها وأنا أفكر وأتساءل، يا ترى ماذا سأتعلم اليوم؟ نعم، إنه شغفي وحبي للإعلام الذي أصبح جزءا من شخصيتي، بل وقطعة من روحي. عشقت ذلك الإحساس الذي انتابني بعد أن أصبح لدي قدرة على التعامل مع جميع الأجهزة وتجهيز الاستوديو لوحدي، من استخدام الكاميرات والمايكات والبرامج الخاصة بالتسجيل وتعديل الإضاءة والتحكم في الصوت والمونتاج والإنتاج المباشر وغيرها الكثير. كان ذلك وقت تكسير حاجز الخوف والتردد، الرغبة في الإنجاز وحب العمل. ثلاث مفاتيح أهداني إياها الدكتور عوض هاشم في أول اجتماع لنا في القسم، جعلني أكتشف أن الحياة لا تقف عند مرحلة معينة، بل علي أن أشتري تذاكر لأكمل طريقي وأقف بمحطات جديدة وأعيش حياتي كعابر سبيل يحمل الذكريات الحميمة من كل مكان حل به. وأجمل ما في الحكاية مساعدة الطلاب، لا يوجد أرق وأحلى من أن تكون معتمداً عليه وينظر إليك على أنك شمعة تضيء لنفسك ولغيرك الطريق، تعلم الأشياء التي لم يتعلموها بعد وتبدي إليهم ببعض الملاحظات المتواضعة التي ستحسن من أدائهم، وتشعر وكأنما تسجله هو مشروعك أيضاً وتريد أن يظهر بأبهى صورة. دخلت بخبرات متواضعة وها أنا أخرج بطاقة جديدة اكتسبتها من خلال دراستي للمقررات على أيدي طاقم أكاديمي محترف لديه خبرة متنوعة في تخصصات الإعلام الخمس. تذكرت نفسي عندما كنت في السنة الأولى، كنت أشعر بالرهبة من دخول الاستوديو وكنت أقول في نفسي، ياه كيف يستخدمون هذه المعدات والأجهزة؟ إليكم موجز الأنباء ونبدأه. كلما سألت أكثر كلما تعلمت أكثر، كانت هذه أول عبارة قالها لي أستاذي جيجي عندما التحقت بالتدريب. كان لي خير مدرب ومعلم وأب، علمني الكثير وأبحر معي في عالم الفيديوهات والصوت والإضاءة والبرامج والمونتاج والتصميم والتصوير، فيما أبحرت معه أنا بعالم اللغات العربية والمصطلحات الإعلامية. الاختلاط بمن هو أكبر مني سنا وخبرة من طلبة الدراسات العليا أفادني كثيرا، صوروا لي سوق العمل فيما تبادلنا معهم تعلم وتطبيق أنواع اللقطات. لقد علمت قيمة ما ندرسه عندما التقيت بخريجين من جامعات ودول مختلفة، إلى أنهم لا يتقنون ربع ما نتقن، يعتمدون على الدراسة النظرية فقط، فيما يتميز طالب جامعة البحرين بالقدرة على الالتحاق بسوق العمل مباشرة لأنه قد تعرض لخبرات عملية وتدريبية. التعامل مع كاميرا الاستوديو الضخمة كان من أصعب الأشياء بالنسبة لي، ولكن اكتشفت أن الأمر ليس بذلك التعقيد، فقط علي أن أضع حجر البداية ثم أبني عليه ما أشاء من مهارات. كانت هذه رحلتي مختلفة جميلة بين الدراسة والعمل، الأخذ والعطاء،
تغطية الفعاليات، أصوات الكاميرات، طنين الأجهزة وإزعاج الطلاب أحياناً. جمال النهايات، هذا ما كنت أتخيله طوال الوقت، وها أنا أبحث عن نهاية جميلة أبدأ بها رحلة جديدة.